الجو بارد بس حرارة هذا الفوز له طعم ثاني. أحمد صالح ويلكم باك للمرة الثالثة للنادي العربي. الحمد لله رب العالمين، بنحب نبارك لهذا الجمهور الرائع اللي دائما مساندنا من 3 فترات اللي كنت فيها في نادي العربي، يستاهلون هذا الفوز. أكيد نادي النصر نادي كبير ويحترم، أكيد بنقول لهم هارد لك على النتيجة، لكن قلت لك المستوى فريق جدا رائع. الحمد لله قدرنا نطبق تعليمات المدرب اللي من خلاله قدرنا نحصل على هذا الفوز. نادي العربي يستاهل إن شاء الله، النهائي يكون عرباوي إن شاء الله المرة الثانية من رصيدي، لأنه أنا قبل أخذ بطولة ولي العهد مع نادي العربي، وهذه إن شاء الله تكون الثانية. أنا رديت لبيتي، ما رديت نادي غريب، نادي العربي نادي في أي وقت يحتاجوني أنا راح أكون موجود، وإن شاء الله أنا اليوم موجود. ومن خلال هذا الإذاعة الرائعة اللي هي تلفزيون الكويت، يمكن أول أمس أنا وصلت، أمس أول تمرين، اليوم لعبت مباراة، مع أنه كنت بفترة إجازة، لكن قالوا لي إنك جاهز، قلت لهم جاهز، نادي العربي محتاجني، لازم أكون موجود وجاهز بأي وقت. جمهور نادي العربي يستاهلون، مبروكين لهم الفوز، الفرحة إن شاء الله. بعد إن شاء الله من بكرة نبدأ نفكر في المباراة النهائية اللي كان طرفها إن كان نادي الكويت نحترمها، وإن كان نادي خيطان نحترمها. أحمد شكرا لك، شكرا تقدر تروح.